بسم الله الرحمن الرحيم. ألفية السند للإمام الحافظ المحدث محمد مرتضى الحسيني الزبيدي رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: يقول راجي عفو ربي والرضا، محمد هو الشريف المرتضى، الحمد لله المفيض الهادي إلى طريق الوصل بالإسناد، بحفظه الفرد عن الإعضال ورفعه الصحيح للإكمال، إليه في كل أموري أستند وما ينوب فعليه أعتمد، ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى التهامي، محمد المحمود خير مرسلي، الفاتح الخاتم أزكى منسلي، وآله وصحبه الكرام والتابعين السادة الأعدام، ما زين الحفاظ أفق العلم ولاح منهم فيه نجم الفهم ونشر القبول بالإمداد، وبزغت أشعة الإسناد واتصلت بمورد الدراية سلاسل الحديث بالرواية، وهذه ألفية منيفة منظومة رائعة لطيفة، ضمنتها مالي من الإسناد عن الشيوخ السادة الأمجاد، ممن لقيته من الأخيار في سائر البلدان والأقطار، أوردتهم فيها على الولاء في نسق يشرق بالسناء، وربما ذكرت من أجازا كتابة وذاك أمر جائزا، بالاتفاق قيل لما قلوا إن لم يصبها وابل فطلوا، معترفا بالعجز والقصور مغترفا من أوسع البحور، فإن ترم أقصى مراد الطالب دونكها جامعة المطالب، رافعة ستائر الإيهام موضحة مختلف الأسامي، مبينة سياق كل سند إلى المشاهير على المعتمد، بديعة تفصح كل مالي من كل مروي من العوالي، حاوية غرائب الفوائد بكل تعديل العزيز الشاهد، تقريبها تبصير ذي الإرشاد، تدريبها الإسعاد في الإسعاد، وتاجها نظم بالأفراح وعقدها كلل بالصحاح، والله يجزي سابغ الإحسان لي ولهم ولذوي الإيمان، فهاك مني قبل ذا مقدمة مفيدة موجزة مفهمة، مشيرة لبعض الاصطلاح وجملة الآداب بالإفصاح، بيان أنواع الحديث، علم الحديث بفنون يشتمل وكل نوع منه علم مستقل وقابل لصفة التنويع، وكل أصل منه ذو تفريع، لو أنفق الطالب فيه عمره لم يحصه وقد عدته المهرة، لكن من المشهور في الألفاظ 65 لدى الحفاظ، فانظر كتاب الحازمي فيه وابن الصلاح جمعه يليه، في بيان المتن والسند والإسناد، وقل لألفاظ الحديث المتنى بها لدى السرد يقوم المعنى، والرفع للقائل فالإسناد، وهكذا عرفه النقاد، والسند الإخبار عن طريق متن وذا فرق على التحقيق، وقيل بل هما لشيء واحد تقاربا معنى بوصف شاهد، في بيان علوم الحديث وأقسامها وبيان الأشرف منها، وأشرف العلوم في الحديث عند ذوي التخريج والتحديث الحفظ للمتن على التقريب، والفقه والإيضاح للغريب، ذا أول الأقسام، أما الثاني فحفظه الإسناد بالإتقان، وضبط من سمي في الإسناد من الرجال الغر بالسداد، كذلك التمييز للصحيح من غيره بالكشف والترجيح، والثالث الجمع مع السماع وقيده في الصحف والرقاع، وطلب العلو والتطريق ورحلة البلدان والتوريق، والكل منها عندهم مهم
والجمع بين الكل أمر حتم، حتى يكون كاملا فقيها محدثا وحافظا نبيها. في بيان مراتب الناقلين: العارف المتن والإسناد معا، بعالم يسمى وإن لمتن قد وعى فقط، فيسمى ذاك بالفقيه يستنبط الفروع بالتوجيه، وإن لإسناد وعى فحافظ، وعكس أول فراوي لافظ. وقد يسمى طالبا والقول في حفظ وحده لفي مختلف. وأرجح الأقوال أن الحفظ معرفة المتون لفظا لفظا، وضبط ما جاء من الغريب بالفهم والإيضاح والتقريب، والوعي للإسناد بانتباه، وأخذ ما يروى من الأفواه، وشهرة معهودة في الطلب، والعلم بالرجال حسب الرتب. والجرح والتعديل بالإشراف مواضع الوفاق والخلاف، ويعرف الأقران والشيوخ، وينتحي العلو والرسوخ، بقوة يستنبط الأحكام، يميز الصحاح واستقام، حتى يكون ما وعى واستحضر أنواعه لدى اختيار أكثر. فهذه الشروط إن تجتمع في طالب يوصف بالحفظ فعي، والوصف بالحفظ على الإطلاق منصرف لهم بالاتفاق، وليس يعدوهم وليس يوصفوا به سواهم ذا مقام أشرف، من وجدت فيه فذاك الأكمل، معظم القدر بهي أجمل، قد قبلوا في الواقعات قيله، وسلموا تصحيحه تعليله. آداب طالب الحديث: لطالب الحديث فيما يذكر جملة آداب لها أفسر، فالأول الخلوص في النيات، وثانيا فالصدق في اللهجات، وهو أهم ما إليه يرجع، وبعد ذا فضبط ما قد يسمع، مبادرا إليه في الأحوال، مقدم الأولى من العوالي، كالقرب في الإسناد بالوفاق، أو بدر عن شيخ شيخ راقي، أو التساوي أو يكن مصافحة، وليس في علوها مكافحة، ويبتدي بالستة الصحاح، ثم المسانيد على الإفصاح. وبعد هذا فسمع المعاجم، وبعد ذا الأجزاء والتراجم، وليكتب الحديث بالإتقان والضبط والتصحيح بالإمكان، عن مثله وفوقه ودونه، هذا الذي عندهم يرجونه. وإن أتى اسم الله فليعظما، وليكتب الصلاة وليسلما، مهما أتى اسم المصطفى العدنان، محافظا بالكتب واللسان، وليعن بالتصحيح والمقابلة، مع متقن يعرف كيف قابله، مميزا مشتبه الأسامي بالشكل والتقييد والإعجام، مختصرا أخبرنا خطا أنا، مكتفيا حدثنا رسما ثنا، وليكتب الحاء إذا ما حولا، إسناد ذاك المتن أفصح أحملا، وليضبط الطباق بالسماع، والحذر الحذر من الضياع، مقيدا فحواه بالبيان، مؤرخا بالشهر والمكان. أنواع الإجازة وغيرها: حدثنا عن لفظ شيخ ينقل، وهو من الأنواع نوع أول، وبعده أخبرنا في الثاني لسامع وقارئ محسان. وقل لما يجاز من معين أنبأنا والجهر فامنع واعتني، وجائز من مسمع إن عنعنا يقبل من عذر إذا ما بينا. وصححوا إجازة المناولة لما روى كذلك المراسلة، وعد من أنواعها الوجادة بخط من يعرف بالمجادة، وشرطوا في صحة السماع حضور أصل الشيخ وليراعي لنقله عن الكتاب ما روى، وليصلحن اللفظ إن سقما حوى، وصححوا السماع من حجابي إن عرف الصوت بلا ارتياب.
بيان من يؤخذ عنه من الشيوخ، وشرط من يقبل منه الضبط لما روى والعدل نعم الشرط، مسلما من كل ما يخل مروة والصدق فهو الأصل، معدلا عن كل جرح قادح، مباعدا عن كل فسق واضح. وهذه الأعسار ليس يشترط إلا ثبوت بسماع انضبط، لأجل حفظ صحة السلسلة قد خصه الله لهذه الأمة، إذ الأحاديث أنهيت ودونت وأودعت في صحف وبينت. بيان السن الذي يصلح فيه التحديث، واختلفوا في سن من يحدث، قيل ابن 50 هو المحدث، وقيل 40، والصحيح أن من كان محتاجا له فليجلسا. ما يلزم المحدث، وليعنى بالتخريج والتأليف والانتقاء والجمع والتصنيف، وإن يكن ينقل عن كتابي فليحفظ الصحة بالإيجاب، فكل ما ينسخ ليس يقبل إلا الذي قابله المعدل. ما يلزم الحافظ، ومن تحلى بصفات الحفظ يعقد إملاء مجلس من لفظي، وليجعل التحديث من مذهبه وينشر العلم ولا يبخل به، وليجلسن بهيئة موقرا ممكنا مطيبا مطهرا، وليفتح المجلس بالثناء والحمد وليختمه بالدعاء، وليتخذ مستمليا مجيدا مبلغا بصوته مفيدا، وليذكر الحديث بالإسناد مفسرا بالضبط والسداد، وليحسن ثناء من عنه روى، وليذكر الألقاب من غير هوى. وإن يكن حديثه قد أجمله واختلف اللفظ فقل واللفظ له، وليعلما بأنه قد قلدا أمرا عظيما كي يكون مقتدا، وأنه عن لفظه مسؤول، فليتق الله بما يقول. وها هنا قد تم ما تيسر، فهاك مني من روى وأكثر من الشيوخ السادة الأثبات الرافع الإسناد في الأثبات. في سرد أسماء الشيوخ، الشيخ الأول محمد بن العلاء الدين المزجاجي، فمنهم ذو الفضل والتمكين محمد النجد علاء الدين، هو الإمام المسند المزجاجي، وقد روى عن شيخه السراجي وعن أبيه وعن العمادي يحيى الشريف الأهدر الجوادي، وعن وجيه الدين ذاك الذهبي، وعن علي بن علي الأنجبي، وقد روى في طيبة عن قاهري والعابد السندي ذي المفاخري. بيان سند البخاري من طريق المعمرين، وبالعلو قد روى البخاري عن إبراهيم بالكتاب الساري، أعني فتى كوران الشهر زوري عن شيخه المعمر اللاهوري، وهو عن القطب محمد عني والده المحدث المفنني، عن أحمد المعروف بالطاووس، عن يوسف المعمر المانوسي، عن ابن شاذ بخت الفرغاني، عن ابن شاهان هو الختلاني، عن الفيربري عن المصنف، وذا العلو بغية للمصنف، كأنني بذا السياق الحاوي مصافح للحافظ السخاوي. الشيخ الثاني عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي، ومنهم الرضي عبد الخالق ذو الفضل والتأييد في المضايق، نجل أبي بكر هو المزجاجي شيخ الشيوخ الواضح المنهاجي، النمر الأشعري نسبا، وجده الثامن قيل قطبا، روى عن المولى علاء الدين والسيد العماد ذي التمكين، ونجل خاص وفتى عقيلة والناسك السندي ذي الفضيلة، والطاهر الكردي والأمين محمد، والشيخ تاج الدين، وابن العجيم مع المرحوم، وعابد الكريم ذي العلوم. رواية البخاري المسلسلة بالحنفية، وذا شروع باهر التوضيح
في سندي للجامع الصحيح نظمته لصاحب الإنصاف مسلسلا بالسادة الأحناف رويته عن شيخ المترجم عن نجل خاص عن أبيه الأكرم وذا روى بالضبط عن أبيه عن عمه المسند ذي التنويه عن إسماعيل عمه أبي الفداء وصنوه أعني به محمدا كلاهما عن صاحب التحقيق بحر العلوم الصديق الصديق وعن أبي حفص الإمام عمر نجل محمد سليل الكبرى هما جميعا عن أبيهم أسندوا والعم أحمد الصفي المسند هما فعن مفتي الأنام القرطبي عن أحمد بن أحمد المقربي عن النفيس العلوي وذا عن موسى الغزول الفصيح الملسني عن الشهاب المسند الحجاري عن الزبيد أصيل الداري عن أبي الوقت عن الداودي عن السرخسي بلا ترديد عن الفيربري عن البخاري فهاك إسنادا بالاختصار ومسلم به إلى الشهاب أحمد شيخ القرطب الأواب عن شيخه محمد بن الجزري عن أحمد الصوفي ذاك الأثري عن بنت كندي عن الطوسي عن الفراو الفتى الرضي عن شيخه الإمام عبد الغافري عن الجلود الإمام الفاخري عن ابن سفيان الفقيه الزاهدي عن مسلم أكرم به من ماجدي رواية البخاري المسلسلة ببني جمعان وخذ لما أذكر في البيان سلسلة الشم بني جمعان رويته عن شيخنا المذكور عن العماد الأهدر المشهور عن الصفي أحمد الجمعاني مفتي زبيد العالم الرباني وذا رواه عن أبيه الأمجد عن جده خدن التقي محمد عن عمه محمد الإمام ذا عن أبيه الناسك الهمام ذا عن أبي القاسم نجل الطاهر ذا عن أبيه العدل ذي المفاخر وشيخه العلامة البرهان نجل أبي القاسم ذي العرفان كلاهما عن أحمد بن عمر عن إبراهيم وانتهى ما ذكرا عن الفقيه الزاهد الجمالي محمد يعرف بالذوالي وذا رواه عن أبيه موسى رواية أحيت لنا النفوسا وذا روى عن شيخ قطر اليمن برهان دين الله نور الزمن عن الشهاب أحمد الشماخي ذا عن أبي الخير بلا تراخي ذا عن أبي بكر هو الشراحي والحضرم العارف السياحي وعن فتى الأنصار مجد الدين عبد السلام العالم المتين وعن سليمان إمام مكة وعن فتى الركب زاك الحجة خمستهم عن حافظ الآثار ابن أبي الصيف بلا إنكار والهاشمي يونس العباسي نزيل بيت الله ذي الإناس كلاهما رواه عن علي ابن حميد العالم الرضي وذا رواه عن أبي مكتوم عيسى الإمام الثقة المعلوم ذا عن أبيه ذي البهاء والفضل أعني أبا ذر عن المستملي وعن فتى سرخس والكشميهاني عن الفربر الرضي المتمني وهو روى الكتاب مرتين عن البخاري بغير مين ومسلم به إلى الشراح عن ابن حرز الله ذي الصلاح ذا عن محمد هو الحراني ابن علي الكامل الرباني عن الفراو الإمام الفاخري عن شيخ نيسابور عبد الغافر عن الجلود عن البرهان عن مسلم فاحفظه بالإتقان قال الشراح وأروي السننا أي لأبي داود زين الأمنا عن شيخه الإمام فرد العصر برهان دين الله ذاك الحصري عن النقيب العلوي الأفخري
وهو رواه عن علي التستري عن قاسم بن جعفر العباسي الهاشم الطاهر الأنفاسي عن الإمام اللؤلؤ المؤتمني ذا عن أبي داود صاحب السنن والترمذي قد روى الشراحي عن زاهر بن رستم الوضاحي عن الكروخي عن الترياقي والغورج التاجر الغذياقي وعن فتى الأزدي الرضي محمودي ذي الفضل والإحسان والشهدي والثالث الدهان عبد الله نجل علي الفاقد الأشباهي وهم عن الشهير بالجراح عن ابن محبوب أخي السماحي عن الإمام الترمذي الألمعي حباه رب العرش طيب المضجعي وخذ لما أذكر في الإملاء بالسند الموصل للنسائي به إلى محمد بن الجزري عن سبط نجل الصومع الأثري ذا عن أبي الصبر عن العراقي وعن أبي عمرو بالاتفاق هما عن الشيخ الإمام السلفي كناية عن شيخه الدون الوفي ذا عن أبي نصر هو الدينوري ذا عن أبي بكر الإمام الأفخري يعرف في السياق بابن السني عن النساء إمام الفني وخذ طريق سنن ابن ماجه كأنه المصباح في الزجاجة به إلى أحمد شيخ القرطبي عن صاحب القاموس عن مولى أبي هو الصفي المخلصي البعلي عن ابن علوان خذين الفضل ذا عن أبي محمد الموفق ذا عن أبي زرعة ذاك الأصدق ذا عن أبي منصور المقوم ذا عن أبي طلحة بالتفهم عن شيخه القطان مولانا علي وهو عن ابن ماجة العدل الولي رواية البخاري المسلسلة بالحنفية من طريق الكشاني والمستغفري وخذ لإسناد الصحيح المغربي مسلسلا بالشم أهل المذهب به إلى المولى الشهاب أحمد الشرجي المسند المسدد عن الرضي القرشي العمري محمد بن أحمد المفتي السري عن شمس دين الله ذاك الجعفري عن حافظ الدين الإمام الأطهري ذا عن أبيه ذي البهى والشرفي عن حافظ الدين الإمام النسفي ذا عن أبي المكارم المحبوبي عن العماد عمر المنسوبي يعرف في الرواة بالزرنجري ذا عن أبي سهل الفقيه الأكبري وذا عن ابن حاجب الكشاني عن الفربر الفتى الرباني حارواه الجعفري بالسند أيضا علوا عن أبيه المعتمد عن صاحب الكشف مع التحقيق والزوجن التاجد التدقيق هما عن الشمس الإمام الكردري وحافظ الدين البخاري السري عن الإمام صاحب الهداية عن عمر النسفي ذي العناية وذا روى عن شيخه ابن القاسم عن جعفر المستغفر العالم وذا رواه عن فتى كشميها عن الفربر الإمام المتقن عن البخاري إمام السنة حباه مولاه جزين المنة الشيخ الثالث سليمان بن يحيى الأهذلي ومنهم الشريف ذي الإفضال مولى الموالي الباهر الإجلالي أعني سليمان إمام العصر نجل العماد الأهدري الحبري علامة المنطوق والمفهوم فهامة في سائر العلوم روى عن العلامة الشريف شهاب دين الله ذي التشريف أحمد مولى صاحب القبول وجده يعرف بالمقبول لازمه في درسه وأكثر عنه فعاد روضه منورا وعن إمام العصر عبد الخالق وابن علاء الدين ذي المواثق وعمر بن أحمد الهمامي وشيخنا بن الطيب الإمامي
وعن عطى الله شيخ الحرم وابن المنوف الأديب العلم وشيخنا ترب العلا أبي الحسن العارف السندي تباع السنن وعن وحيد العصر في النقول ترب العفاف الأحمد الأشبولي وابن الإمام العيذروس الطاهري وجيه دين الله ذي المفاخر وابن رسول جعفر بن حسن مفتي المدينة الشريف المتقن وغيرهم من الشيوخ الكمل ذوي الكمال والفخار الأكمل هذا وقد أجاز من تريم له إمام العصر بالتعظيم السيد الوجيه ذو التوجيه شهرته فيهم ببلفقيه في كل ما روى وما قد حازا من الشيوخ النبل قد أجازا هذا وإن أحمد المقبول أجاز في المعقول والمنقول وقد روى عن والد المترجم فيما روى بالسند المقدم وأحمد النخلي ذي الإمداد به علت مقاصد الإسناد عليهما في العلم اعتماده وفي حلا هديهما إرشاده الشيخ الرابع سليمان بن أبي بكر الهجام الحسني الأهذلي ومنهم الكامل ذو العرفان والرشد والتسليك والإحسان أعني سليمان الشريف الأهذلي نجد أبي بكر الإمام المعتلي عليه في قريته وردت وفي حما حضرته أرشدت منه لبست وسمعت كلما عن الشيوخ قد روى وعلما سند الخرقة الصوفية القادرية وخذ سياق سند في اللبس لخرقة منه بغير لبس ألبسني كوفية من رأسه وعمني بالأنس من أنفاسه بلبسه من يد العماد يحيى الشريف الأهدل الهادي من شيخه الممجد البطاحي أعني أبا بكر أخ الصلاح من عمه العلامة الرباني أعني به يوسف ذا الإحسان ذا من أبي بكر الإمام الأكمل نجل أبي القاسم ذاك الأهدل ذا من أبيه صاحب الوحوش من عمه المعروف بالشاووش من شيخه مكلم الأموات ذي الفضل والأسرار والآيات من ابن صديق حسين الأهدلي من عمر الشريف مولى القملي خزانة الأسرار لقبوه وشيخه في لبسه أبوه أعني أبا القاسم ذا المعروف ذا من أبي بكر أبيه الصوفي ذا من أبيه الماجد الجوادي أعني أبا القاسم ذا الأيادي من عمه الممجد القطب أبي بكر الشريف الطيب المطيب من أبيه القطب أبي الأشبال أعني عليا صاحب الجمال جد بني الأهذل عين العين نسبته تنمى إلى الحسين وهو من القطب الشهير الداني الغوث عبد القادر الجيلاني بلبسه من شيخه المخرم أبي سعيد السيد المعظم ذا من علي شيخه الهكاري ذا من فتى طرسوس ذي الأنوار ذا من أبي الفضل هو التميمي ذا من أبيه الماجد الكريم وذا من الشبلي ذي المعارف من الجنيد سيد الطوائف ذا من حبيب العجم المؤتمن من شيخه البصري مولانا حسن ذا من علي خيرة الأصحاب من النبي سيد الأنجاب صلى عليه الله بالدوام وآله والصحب بالسلام وقد روى يوسف أيضا عاليا بسند رقابه المعاليا عن طاهر النجل حسين الأهذلي عن الوجيه الديبع المعتلي عن جده لأمه المؤتمن والعامر للصلاح المتقن والشرج الفرد ذي التودد ونجل جمعان الإمام المسند وعن حفيد القطب إسماعيل
أكرم به ممجدا أصيلا. روى عن الكل على التساوي وعن فريد عصره السخاوي. فهؤلاء ستة على الولا وقدرهم بين الأنام قد علا. لكل شيخ سند ممتاز وهم جميعا للعلو حازوا. الشيخ الخامس مشهور بن المستريح الأهدل ومنهم العلامة المشهور بذا اسمه بين الورى مشهور. أبوه معروف بمستريح باه السنا ذو نسب صحيح. روى عن الأجلة الشيوخ كالسيد العماد ذي الرسوخ. وعن إمام عصره المرحوم وابن مطير الفاضل المعلوم. وعن وجيه الدين ذاك الذهبي وغيرهم من ذي علا وأدبي. سند حديث الرحمة. وخذ بيان سند الحديث مسلسلا بأول التحديث. رويته عن شيخ المذكور بشرطه المعتبر المشهور. عن شيخه نزير أرض اليمن أعني عليا ذا الكمال الأمكن. عن شيخه علامة العلوم هو الشهاب أحمد المرحوم. بشرطه عن شيخه المزاحي عن سالم أبي النجل والضاحي. عن الشهاب الهيثمي أحمدي عن شيخ الإسلام الإمام الأوحدي. وهو عن الأئمة الحفاظ الراسخين من ذوي الإيقاظ. وقد يروي علي البخاري عن شيخه العلامة المكثاري عبد الإله نجل عبد الباقي. عن أحمد بن العجل الغيداقي عن السعودي فتى برهاني. ذا عن فتى سامون ذي العرفاني. ذا عن أبي الفضل السعودي عن السخاوي الإمام السالكي. الشيخ السادس عبد الإله بن عمر بن الأمين البرعي ومنهم المعمر الفقيه الفاضل العلامة النبيه. عبد الإله وهو نجل عمر نجل الأمين فضله قد شهرا. شيخ كبير الشأن والمقدار مولى موالي قادة الأخيار. عن شيخه يحيى عماد الدين كذا عن الرضا على الدين. وعن إمام عصره البصري وأحمد النخلي ذي الرقي. له شيوخ غير من ذكرت لكنني عليهم اقتصرت. الشيخ السابع عبد الله بن سليمان الجرهزي ومنهم ذو الفضل والتميز. عبد الإله الشافعي الجرهزي نجل سليمان بلا تفنيد مفتي الأنام الحبر في زبيدي. روى عن الشيخ على الدين كذاك عن يحيى عماد الدين والأكرم المفتي وابن مدهري وأحمد المقبول والسندسري. وعن شيوخنا كرام العصر كمفرد الوقت عطى المصري. وعن علي الغانم الشامي كذلك ابن الطيب الإمامي وابن المنوفي ونجل العيدروس. بسر إمداداتهم تحيا النفوس. وكم له مؤلف في المذهب كأنه طراز لازم مذهب. الشيخ الثامن إسماعيل بن محمد المقرئ الحنفي البازي ومنهم المقرئ إسماعيل نجل محمد الرضا الأصيل. ترب التقى فاز بالامتياز يعرف في نسبته بالبازي. شيد من ربع العلا مشاعره وهو إمام مسجد الأشاعرة. تلا على الأعيان والشيوخ بغاية الإتقان والرسوخ. سند القراءات كشيخه الفاضل ذي التمكين شيخ القراءات على الدين. ذا عن أخيه الكوكب الوهاج عبد الإله المسند المزجاج. عن عابد الإله ذاك العدني. عن شيخه المخلص ذاك اليمني محمد النجل علي الطاهري. عن الإمام أحمد بن الشاوري. عن شيخه المفضل الملحاني. عن شيخه محمد اليماني.
نجل أبي بكر الإمام ذاعني محمد بن الناشر اليمني عن شيخه محمد بن الجزري بسند بين الورى مشتهري. الشيخ التاسع مساوي بن إبراهيم الحشبيري ومنهم العلامة الحشبيري عن المساوي وهو عن وصم بري هو بن إبراهيم ذو الصلاح والفقه والتقوى مع السماح. وقد روى عن شيخه أبي الفدا نجل محمد الإمام المسندا وعمر بن أحمد الغيذاقي كذا الشهاب أحمد العراقي وكلهم رووا بالاشتراك عن شيخهم كنز التقى الحباكي العابد الواحد نجم السنن وعن أبي أحمد ذاك المدني عن الرضي محمد بن عمر مفتي الأنام العالم الموقرا عن الصفي أحمد الإمام نجل محمد ضي الأنام وشيخه يحيى هو بن أحمد كذا بن جعمان الفقيه الأوحدي. فالأولان عن جمال الدين محمد الأشخر ذي التمكين وهو عن المولى الشهاب أحمد عن الفقيه الهيتم المفردا. أما ابن جعمان فعن أبيه عن جده عن طاهر النزيه بأخذه عن الوجيه الديبعي وقد مضى إسناده فافهم وعي. الشيخ العاشر عبد الله بن أحمد دائل الحسني الضرير ومنهم العارف نجد دائل عبد الإله الحبر ذو الفضائل هو بن أحمد الشريف الماجد ممجد العصر الولي الزاهد به المعالي لا تزال حية وهو نزيل بندر اللحية. صحبته فحاطني بمدده أحبني أجازني بسنده بأخذه عن الولي الصادق مولى الموالي العدل عبد الخالق نزيل صنع الإمام العارف ذي الفضل والإحسان واللطائف عن أحمد العجل اليماني ذا عن أخي الإفضال والعرفان أعني به يحيى الإمام الطبري عن السخاوي والسيوط السري وشيخ الإسلام مع السنباطي وغيرهم من كل ذي استنباط. وقد روى ابن العجر الطريقة عن تاج دين الله ذي الحقيقة بأخذه عن الشيوخ القادة ذوي الفخار الغر نعم السادة. الشيخ الحادي عشر عبد الله بن إبراهيم المرغني الحسني ومنهم العارف عبد الله شيخ الإمام الفاقد الأشباه هو بن إبراهيم قطب العصر السيد الشريف رحب الصدر الماجد الأزكى نزيل الطائف الأوحد المسحوف بالمعارف وارث من حيط بالمحيط سيد من قام على البسيط. صحبته دهرا رويت عنه مرويه كذا لبست منه وهو أويسي المقام في الملا وفيضه عن جده تسلسلا وفي طريق القوم حاز وارتقى معارجا قد نال فيها الملتقى. وفي الحديث شيخه النخلي إسناده بين الورى جلي وهو عمادي سيدي أستاذي وركن الأسنى به ملاذي قدسه الله وأزكى روحه رزقنا من سره فتوحه. الشيخ الثاني عشر عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس ومنهم أستاذنا محيي النفوس شيخي وجيه الدين نجل العيدروس العابد الرحمن نجل مصطفى العارف الغارف من بحر الوفا من في شهود ربه المولى فني وحاز سر جده القطب السني. صحبته في الطائف المحروسي نزلت في رحابه المانوسي لقنني الكثير من أقواله حكمني بالسير في أحواله وكم به المعارف استفدت ومنه مروياته سمعت أباح للأسرار من شهوده وزان جيدي من حلى عقوده أجاز لي بكل ما أجيزا
صيرني بين الورى عزيزا. جزاه ربي أحسن الجزاء ما رسم الحديث في الأجزاء. شيوخه أئمة أبرار أماثل أماجد أخيار. فمنهم أبوه قطب الأولياء وجده شيخ جمال الأصفياء والعارف الوجيه بالفقيه قطب الملاذ والقدر والتنويه. ومنهم مشيخ بن جعفري وعابد الإله نجل مدهري ومصطفى بن عمر المحضاري. من علمه بحر طما زخاري. ومنهم صنواه نجما سنة قد رقيا في الفضل أعلى قنة. محمد والحسن الأواه ما لهم في فضلهم أشباه. ومنهم الحسين نجل العابد لربه الرحمن ذو المشاهد. ومنهم الراقي منار العزم أعني سليمان فتى بحارمي وعمر بن أحمد السقاف والجوهر بن الجوهر الشفاف والجعفر البتي ذو المفاخر وابن قشير سيد العشائر ونجل فيض الله إبراهيم ذاك الإمام السيد العظيم. كذا ابن سهل عابد الإله والعارف السندي عالي الجاه وناصر محمد العباسي أجاز في التلقين والإلباس. والماجد بن الطيب العلامة شهرته تغني عن العلامة. ومنهم العارف فضل الله محمد الشريف ذو الإنباه والسيد البكري ذو الوسامة. كذا غلام حيدر العلامة. ومنهم إمام داغستان محمد العاري عن النكران. ومنهم الحسين نجد العابد لربه العزيز ذو الفوائد. هو ابن سفيان فريد الزمن كان اتصاله به في اليمن. والملوي سيد الأقران وشيخهم في العلم والبيان. والماجد العلامة الشبراوي والكوكب المنور الحفناوي وصنوه يوسف ذو الوداد وغيرهم من سادة أمجاد. وكلهم كان له معظما معترفا بفضله مسلما. وخذ لإسناد غريب معلم سياقه عن شيخنا المترجم عن الشيوخ السادة الأبرار نتائج المولى الرضا المحضار. وهم جميعا قد رووا على الصفا عن جعفر الصادق نجد مصطفى عن شيخه القطب علي المعتلي أي ابن عبد الله مولى الكملي ذا عن أخيه أحمد المقدامي عن جعفر الصادق ذي الإنعام عن شارح المشكات ذي الترقي محدث الزمان عبد الحق عن الشهاب الهيتمي والمتقي مبوب الجامع نعم المتقي وعن علي الهروي القاري. وكلهم رووا بلا إنكار حباهم الله جميل فضله وجاد مثواهم غزير وبره. الشيخ الثالث عشر نور الحق بن عبد الله الحسني. ومنهم العارف محيي الدين قطب الكمال صاحب التمكين ناصر دين الله الحق نور الحق. هو ابن عبد الله مجل الحق السيد الممجد الشريف زاهد عصره له التشريف. ينمى إلى الحسين في الأنساب وجده من أكبر الأقطاب. قد ترك الدنيا وما سواه وفارق الملك ومن والاه تحرزا لدينه تقشفا مقتنعا عن الكثير باللقاء حتى أتى لمكة المشرفة وحط رحل سيره ما أشرفه. وكان في السلوك كابن أدهم ومثله في عصره لم أعلم. وقد رويت في الحديث عنه وفي طريق القوم فزت منه باللبس والسلوك والتلقي ولحظه أورثني الترقي. وكان بي برا رحيما مشفقا في كل طوري مرشدا ومغدقا. وقد روى عن طاهر الكردي
والعارف المحدث السندي وشيخه في السلوك الحبر سعد الله ذاك الشريف فاقد الأشباه، وعن إمام عصره العباس محمد الأفضل في اللباس، وعن وحيد عصره الأواه أعني محمدا حياة الله أجازه في سائر السلاسل باللبس والتلقين والتواصل، سند أحزاب القطب الشاذلي وخذ لأحزاب الإمام الشاذلي أقرب إسناد إلى التناول، متصلا بغاية الإتقان مشتملا على ذوي العرفان. لقننيها شيخنا المذكور إجازة سياقها معمور عن شيخه قطب الورى المشاري إليه سعد الله ذي الأسرار، عن شيخه المعمر الممجد عبد الشكور الحسن الأمجد، وهو تلقى عن ولي صائن شيخ التقى مسعود الإسفرايين، عن شيخه المرسي أبي العباس قطب الوجود طاهر الأنفاس، عن شيخه قطب الورى أبي الحسن الشاذل الحسني المؤتمن. الشيخ الرابع عشر عمر بن عقيل السقاف، ومنهم شيخ الحديث الأمجد حامل رايات الفخار الأوحد، أسند من لقيت بالحجاز حقيقة ما فهت بالمجاز، أوفرهم للواردين مددا نجم المعالي عمر بن أحمد، نجل عقيل وهو بالسقاف مشتهر في السادة الأشراف، رويت عنه الجم في الآثار من كتب غريبة الأسرار وجملة الأجزاء والأماري، وكل ما يذكر في العوالي أجازني في كلها عموما وخصني من فضله العلوما، وقد روى عن خاله البصري والنمرس الفاضل المصري وأحمد النخلي ذي العرفان وابن العجيم الحبيب الداني والفاضل القلعي تاج الدين مفتي الورى بالبلد الأمين، وعن حسين وهو نجل عابدي لربه الرحيم ذي العوائد وهو خطيب الحرم الشريف، وعن فتى عقيلة العفيف وعابد الوهاب الطنطاوي والعالم الصعد نعم الراوي إدريس نجل أحمد الأواهي ومصطفى سرير فتح أبيه، وأحمد البنا الذي قد اشتهر له من الآثار إتحاف البشر سند حديث الرحمة، عنه روى مسلسلا بالأول مع خاله عن المنوف الولي عن ابن عموس عن الأنصاري عن الشهاب حافظ الآثار، وعن أبي النعيم للصلاح والحافظ الحكري بالإفصاح، وكلهم عن الإمام الراقي مدارج الحفظ الرضي العراقي، وهو روى بشرطه المعلوم عن شيخه صدر الهدى الميدوم عن النجيب ذي التقى والفوز عن حافظ العصر أي بن الجوزي ذا عن أبي سعد روى وذا عن وارده المعروف بالمؤذن، وذا روى عن ذي الكمال المنعشي محمد بن أحمد بن محمشي، وذا روى عن أحمد البلالي يعرف بالبزاز في الرجال عن ابن بشر عابد الرحمن، وهو روى بالشرط عن سفيان عن ابن دينار ولم يسلسل ذا عن أبي قابوس بالتحمل، وذا روى عن عابد الإله مولاه حقا عز عن أشباه راوي الحديث عن رسول الله ونصه عند ذوي الإنباه، الراحمون يرحمون أبدا فارحم جميع الخلق ترحم سرمدا، وإنما يرحم رحمن لمن يرحم من في الأرض آوى وسكن، ودا حديث رحمة مسلسل آخر في العنوان وهو الأول.
فخذ بشرط أول السماع عن ثقة ثبت بلا امتناع، فإنه فعل جميل يرتضى، وقاله العبد الفقير المرتضى محمد يرجو رضا الرحمن، أماته المولى على الإيمان مصليا على النبي المصطفى مسلما والآل أهل الاصطفى. ومن طريق شيخنا المترجم رويت ما يروي بشرط معلم كالكتب الستة بالإسناد للبابلي عن فتى زياد عن يوسف عصر على التساوي عن الإمام الحافظ السخاوي وشيخ الإسلام هما قد أسندا عن الشهاب العسقلاني أحمدا بسند يعلو على السماك كأنه الجوهر في الأسلاك. يضيق نظمي عن بيان الكل لكنني أقنع بالأقل سند البخاري فأول الكتب على المشهور عن مسند يعزى لنيسابوري عن الرضي الطبري ذا عني نجل بنين الكاتب المفنن عن ابن عمار علي وهو عن عيسى رواه عن أبيه المؤتمن أعني أبا ذر وهذا قد مضى إسناده حباه مولاه الرضا سند مسلم. ومسلم عن الإمام البارسي محمد وابن الكويك الفارسي كلاهما عن ابن عبد الهادي عن ابن عبد الدايم الجوادي ذا عن محمد فتى حراني عن الفراوي أخي العرفاني. وثالث عن الإمام الفاضل أبي علي المهدوي الفاضل عن يوسف بن عمر بن الختني عن الزكي المنذري المتقن. أخبرنا الشيخان إبراهيم ومفلح بن أحمد الفهيم كلاهما عن أحمد الخطيب عن قاسم بن جعفر المنيب بالسند الماضي مع البيان فاحفظه بالضبط وبالإتقان. ورابع عن شيخه التنوخي عن ابن ممدود أخي الرسوخي ذا عن أبي منصور البغدادي عن عابد العزيز ذي السداد وذا روى عن شيخه الكروخي بالسند المذكور في الشيوخ. وخامس بالسند المنسوخ إلى الإمام الحافظ التنوخي ذا عن أبي الصبر هو الكحال أيوب نجل نعمة الرحال ذا عن أبي عمرو مع العراقي قد ذكر الإسناد في السياق. وسادس به إلى الشهاب اللؤلؤي أحمد المجابي عن يوسف المزي ذاك المتقي عن ابن علوان عن الموفق بالسند الماضي قريبا وانتهى ذكر الأصول الست حسب المشتهى. وقد روى البصري أيضا بالهنا عن الإمام الطبري السننا عن الخطيب المسند الحصاري عن الرضا الغمري بالاشتهار وعابد الرحيم ذي التخصيص وهو أخو معاهد التنصيص. فالأول المذكور في البيان روى عن الشهاب العسقلاني والثاني من شيوخه ابن عبدي والبصروي صاحب التسديد والحافظ الجلال شيخ الكملي والشيخ عز الدين نجل الحنبلي والأقصر أي أمين الدين والكفيجي الحبر محيي الدين وابن ظهيرة فريد الأعصري وقاسم والقطب ذاك الخيضري. عود إلى ذكر فتى الحصاري لقد روى عن سادة أبراري كالشيخ شمس الدين ذي البهائي شمس الورى محمد التتائي قاضي القضاة قدوة الأماثل المالك الأزهري الفاضل سند الفاتحة من طريق الجن وقد تلقى بالسماع الأكمل فاتحة القرآن بالتسلسل كما تلقاها عن البرهان مؤدب الأطفال شيخ الجاني وهو تلقى عن لسان القاضي
شمه روش المولى بلا اعتراض. ومثله إن لم يكن معتبرا لكنه يذكر حتى ينظرا تبركا بالسند القريب وليس في السياق بالمعيب سند البخاري. وقد رويت جامع البخاري عن عمر بن أحمد الأخباري عن خاله عن الإمام عيسى وابن سليمان الذي من سوسى كلاهما عن أحمد بن المقري عن عمه المولى الإمام الأكبري سعيد بن أحمد الإمام عن محمد يدعى خروف حين عن التونسي الطيب الأنفاسي نزيل حضرة الملوك فاسي عن الكمال القادري المرتضى عن الحجازي عن الحبر الرضا نجل أبي المجد عن الحجاري عن الزبيدي بنقل جاري عن عمدة الإسلام عبد الأول عن ابن داود الإمام المعتلي عن السرخسي عن الفربري عن البخاري الإمام الحبري سند مسلم. ومسلم به إلى الكمال عن عالم الدين أخي الجلال عن الإمام المسند التنوخي عن ابن حمزة عن الشيوخ كابن المقير عن ابن ناصر عن ابن مندة الإمام الناصر ذا عن أبي بكر الإمام الجوزقي عن ابن عبدان علوا يرتقي عن مسلم وكله أجازه وشيخنا والحافظ ابن حجر أجازه. الشيخ الخامس عشر عبد الرحمن بن أسلم الحسني المكي الحنفي ومنهم العابد للرحمن هو بن أسلم الفتى الرباني الحسني الحنفي المكي ذو الدين والإخلاص والتزكي من الأصول والفروع الطاهرة آياته على الصلاح ظاهرة كم درس العلوم للأعلام ببابي العمرة والسلام حضرت في دروسه المفيدة سمعت من أبحاثه العديدة وقد روى عن الإمام الفاضل أبيه والبصري ذي الفضائل والعالم القلعي تاج الدين وأحمد النخلي ذي التمكين ويونس المصري ذي التسديد والنمرسي الأوحد الفريد وابن عقيلة الرضي محمد وابن العجيم بلا تردد وعابد القادر ومفتي الحرم وغيرهم من الشيوخ فاعلمي والده روى عن ابن طرفه وغيره بسند ما أظرفه. الشيخ السادس عشر عطاء الله بن أحمد المصري ومنهم علامة المعقول وعالم الفروع والأصول ذو السند العالي عطى الله هو ابن أحمد العزيز الجاهي الشافعي الأزهري المكي شيخ شيوخ العصر غير شكي وقد روى عن شيخه الشناوي وعابد الوهاب الطنطاوي والنمرسي الفرد والسجيني كذا الخليف شهاب الدين والسيد الضرير ذي التعجيز ومصطفى بن أحمد العزيزي وغيرهم من الشيوخ النبلاء قد حاز من علومهم ما أملا. الشيخ السابع عشر إبراهيم بن محمد سعيد المنوفي ومنهم الراقي ذر الإعجاز فريد العصر المعلم الطرازي أديبه قولا على الإطلاق بليغه الفرض بالاتفاق أعني به البرهان إبراهيما من لم يزل على التقى مقيما نجل سعيد حسن أنوار أما معاليه فليس تحصر سما وحاز طرق المعروف يعرف في مكة بالمنوف روى عن البصري في المبادي وأحمد النخلي ذي السداد وعن فتى القلعي تاج الدين وغيرهم من كل ذي تمكين ومن عواليه التي تحرر إجازة القراني فيما يذكر وليس بدعا أن يكون قد روى عنه صغيرا وهو أعلى ما حوى.
الشيخ الثامن عشر أحمد بن عبد الرحمن الأشبولي، ومنهم ذو الزهد والقبول أحمد مولانا الرضا الأشبولي، أبوه يسمى عابد الرحمن، وهو نزيل الحرم الرباني ذو البحث والإنصاف والتودد، الأزهري الشافعي الأحمدي، لازمته في درسه زمانا وفزت من تقريره العرفانا، وقد تلقى في ابتداء العيش عن الإمام المسند الحريشي ومصطفى بن أحمد العزيزي والسيد الضرير ذي التمييزي والسيد البكري والعشماوي والعالم المحقق الشبراوي والملوي أحمد الشهابي والجوهري الكوكب الثقابي والسيد الحنفي عالي القدر، وكلهم سادات هذا العصر. أما الحريشي روى وأكثر عن الشيوخ المتقنين الكبرى، فمنهم سليل عبد القادر ونجل جسوس أبي المفاخر، وعمه الأكرم ذو البهاء جار الحبيب شارح الشفاء والعالم المسلك الرباني محمد المعروف بالبنان والفاضل العلامة المسناوي ومسند مكة بالتساوي، أعني فتى البصرة والنخلية فعنهما حاز له رقيا، وذو العلى الخطيب بالمدينة محمد المعروف بالخليفة، روى الأخير عن أبي الضياء منسوب شبرم اللسي الفيحاء، عن أحمد السبكي واللقاني ونور زياد علي الداني، وكلهم عن ذي العلا المغبوط الأرميوني عن السيوطي. الشيخ التاسع عشر أبو الحسن السندي الصغير، ومنهم شيخ الرضا أبو الحسن خدن الفخار والمزايا والمنن، العالم المعروف بالسندي الأثري ذو الدك الندي، علامة الأصلين ذو الآيات محدث الوقت من الأثبات، لازمته في جل ما أفادا أجازني وخصني الإرشادا، وكان حبرا ثقة إماما لم يعطي حظ نفسه زماما، وقد روى عن شيخه الحياة محمد السندي ذي الهبات، وعن محمد فتى عقيلة كلاهما عن صاحب الفضيلة، الحافظ البصري والنخلي بالسند المذكور في المروي، وقد روى الأول أيضا وافتنن عن شيخه العدل الرضا أبي الحسن، أي شارح المسند لابن حنبلي، وكلهم عن الإمام المعتلي محدث العصر الإمام البابلي، من حفظه يشبه سحر بابلي، سند الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي، وخذ سياقا يكشف المغطى عن سند يعليك للموطى، فالبابلي ذو العلا المشهور عن شيخه أبي النجا السنهوري، عن شيخه الغيطي نجم الدين، عن عابد الحق الفتى الأمين، عن شيخه بدر العلا النسابة، عن عمه الشريف ذي النجابة، عن شيخه محمد بن جابري، عن ابن هارون مرق القاصري، وذا روى عن أحمد المولى التقي وجده الرابع مولانا بقي، عن ابن عبد الحق ذاك الخزرجي، عن شيخه محمد بن الفرجي، عن يونس الصفاري بالسماعي، ذا عن أبي عيسى الإمام الداعي، ذا عن عبيد الله عم الوالد، ذا عن أبيه صاحب الفوائد، عن مالك بن أنس الإمام بل ثراه وابل الغمام، سند الموطأ رواية محمد بن الحسن، وخذ لما أذكر في البيان رواية الحبر الفتى الشيباني، به إلى منسوب عسقلاني أحمد ذي الحفظ مع الإتقان، عن شيخه شمس العلا محمد ابن صلاح الحنفي الأمجدي، عن القوام العالم الإتقان، عن أحمد بن أسعد البرهاني، وعن حسين بن علي السغناقي وابن العقيل على الوفاق، وهم عن ابن نصر البخاري عن شمسهم بن عابد الستاري،
ذا عن أبي المكارم المطرزي شيخ اللغات ذي البيان المعجزي ذا عن خطيب مكة الموفقي مؤيد الدين الإمام الأصدقي وذا رواه عن فتى زمخشره عن ابن خسر وهو فيما ذكره عن ابن خيرون عن المؤدب العابد الغفار وهو عن أبي علي الصواف أي محمدي عن شيخه بشر بن موسى الأسدي عن ابن مهران عن الشيباني عن مالك إمام هذا الشاني سند المسند لابن حنبل وخذ لعقد الجوهر المسلسلي رواية المسند لابن حنبلي فالبابري عن فتى زيادي عن أحمد الرملي بالإسنادي عن السخاوي عن الفهيمي ابن الفرات عابد الرحيمي عن أحمد الجوخي أبي العباسي عن بنت مكي بلا التباسي وابن البخاري على خلافي كلاهما عن حنبل الرصافي عن هبة الله فتى شيباني عن التميمي عن فتى حمداني عن عابد الإله ذخر الكملي ذا عن أبيه أحمد بن حنبلي سند مسند الإمام أبي حنيفة تخريج الحارثي وقد رويت مسند النعماني أعني أبا حنيفة الرباني بسندي للبابلي الأنجبي عن الشهاب أحمد بن الشلبي عن الجمال يوسف الأنصاري ذا عن أبيه مفرد الأعصاري عن عابد السلام ذاك الحنفي عن شيخه فتى الكويك الشرفي عن ابنة الكمال بالأخبار إجازة عن بنت البغدار إجازة عن ابن البغباني عن عابد الوهاب الأصبهاني وهو روى عن الإمام الحجة والده المعروف بابن منده عن صاحب المسند عبد الله الحارثي الحافظ الأواهي سند مسند الإمام الشافعي تخريج الأصل وخذ لما أملي بحفظ نافعي لمسند المولى الإمام الشافعي بالسند الماضي رواه البابلي عن أحمد السبكي ذي الفواضلي وذا عن الغيطي عن الأنصاري ذا عن فتى الفرات بالأخبار وذا روى عن شيخه البياني وهو عن الفخر عن اللباني ذا عن أبي بكر عن الأصمي عن الربيع ذا عن الأشمي فتى قريش العالم المجدد الشافعي ذي الجد محمدي الشيخ العشرون مشيخ بن جعفر العبودي ومنهم العارف ذو الشهود مشيخ بن جعفر العبودي نزيل طيبة الإمام المنصف العلوي الحضرمي الأشرف كان غريب الشأن في الأحوال مملكا في لبسة الجمال لاحظني بسره اللطيف أمدني بلحظه المنيف عن ابن خال أبيه الشريف السيد الحبشي للتشريف وعن أبي بكر النزير جده قطب الزمان رأس أهل الوحدة والسيد السقاف ذي اللطائف كنز العلا المولى نزير الطائف وعن إمام العصر ذي الإرشاد السيد المشهور بالحداد والحافظ البصري في الحديث فقد أجازه على التحديث وفي طريق اللبس والإلباس عن الرضي محمد العباس مسلسلا بالسادة الأقطاب ذكرته في غير ذا الكتاب الشيخ الحادي والعشرون جعفر البرزنجي ومنهم المولى الشريف الأطهر مفتي المدينة الذكي جعفر السيد الماجد نجد القادة من عين أعيان الكرام السادة منسوب برزنج جليل القدر أكرم به من عالم وحبر وفزت من معروفه والكرم حضرت في دروسه بالحرم أجازني في كل ما يرويه عن الحياة وعن أبيه ومصطفى البكري والقران أي طاهر علامة الزمان وغيرهم ممن له إجازة وفي الطريق بالهدى أجازة الشيخ الثاني والعشرون
إسماعيل بن عبد الله الحنفي، ومنهم المحدث الجليل بدر المعالي الحبر إسماعيل الحنفي الأثري المدني ذو الخلق العذب النزيه الحسني. أجازني فضلا وقد قرأت عليه جملة وقد سمعت، يروي العلوم عن شيوخ جمة كالطاهر الكردي شيخ الأمة، ويونس وابن صلاح البرلسي، والدعوجي ثم عيد النمرسي، والفاضل الدقاق والبناني، وعابد الغني والفلاني، وعمر المعروف بالحبيب، وابن الحريش الرضا النجيبي، والعارف السندي ذي الفضيلة، وفرض وقته فتى عقيلة، سند الشفاء لعياض، وخذ لإسناد شفاء عياضي روايتي عن الإمام الماضي، عن طاهر الكردي ذي السماح، ذا عن أبيه ذا عن المزاح، عن أحمد السبكي شهاب الدين، عن شيخه الغيطي نجم الدين، عن شيخ الإسلام عن القايات، من قد رقي في العلم للغايات، عن عمر العدل فتى الملقن، عن الدلاصي بغير مطعن، عن ابن تامة تيت وهو يقتفي، يحيى بن محمد علي المؤلف، سند دلائل الخيرات، وخذ بيان سند الدلائل، عنه عن الطاهر ذي الفضائل، عن العجيم عن المحبوب، ذا عن أبيه السالك المحبوب، عن جده قطب الورى محمد، عن والد لجده الممجد، عن الإمام الواصل المقبول قطب الورى محمد الجزولي. الشيخ 23 محمد بن الطبيب الشرقي، ومنهم العلامة الإمام محمد بن الطيب الهمام، محدث العصر الفقيه الماهر، وكم له بين الورى مفاخر، نزيل طيبة الوجيه الأوجه، شيخ العلوم الألمعي الأنبه. أجازني بكل ما يرويه عن كل حبر عالم نبيه، فمنهم أبوه وابن ناصر وطاهر ونجل عبد القادر، وابن أخيه المسند العلامة، والعلمي الرافع العلامة، والقادري الفرد والمسناوي، ونجل ميارة ذاك الراوي، والعالم المشهور بالوجاري، نزيل فاس طيب النجاري، والصح أن حسن العجيم أجازه كتبا بغير ضيم، رواية البخاري من طريق أبي ذر مسلسلا بالمغاربة، وخذ طرازا لاز ورد المذهبي مسلسلا بالشم أهل المغرب، في سند الصحيح للبخاري إلى أبي ذر بالاختصار، رويته عن شيخنا المذكور عن شيخه المقدس المبرور، محمد سليل عبد القادر، وهو رواه عن أبيه الفاخر، عن شيخه الراقي ذرى مشاهده، أي عابد الرحمن عم والده، عن شيخه بحر الهدى الزخاري محمد بن قاسم القصاري، عن شيخه العلامة المفنن تاج العلا محمد اليسيثني، عن شيخه ذي الفضل والإعزاز محمد بن أحمد بن غازي، عن ابن منون الشريف الطاهري، ذا عن أبي زيد الإمام الجادري، ذا عن أبي الوليد نجد الأحمري، وذا عن القسي يحيى الأنوري، ذا عن أبي علي الحسيني ابن أبي الأحوص زين الزيني، وذا عن ابن سالم الكلاعي، عن ابن عباد الإمام الداعي، وذا رواه بالقبول والصفا عن شيخه محمد بن يوسف، عن عمه موسى أبي عمران نجر سعادة بلا نكران، عن صهره أبي علي الصدفي، ذا عن أبي الوليد نجل خلفي، وهو رواه عن أبي ذر الرضا إسناده العالي الرفيع قد مضى، سند الشمائل للترمذي، وخذ بإسنادي في الشمائل للترمذي الحافظ الحلاحلي، عن شيخه المشار مجدي الضيمي، عن طاهر وذا عن العجيمي، ذا عن فتى بابل بالإسناد
عن شيخه النور علي الزيادي، عن عابد الله الشريف الحسن، عن السخاوي خديم السنن، عن شيخه منسوب عسقلاني، عن العراقي العلي الشاني، ذا عن أبي محمد البزوري، وذا عن الفخر علي المشهور، وذا عن الكندي زيد، وهو عن أبي شجاع الألمعي المؤتمن، ذا عن أبي القاسم بالسماعي، عن شيخه علي الخزاعي، وذا عن الشاشي أبي سعيد، وذا عن المؤلف السديد. سند حديث الرحمة، وخذ رواية الحديث الأول، عن شيخنا المذكور بالتسلسل، عن شيخه أبيه ذي المفاخر، بشرطه عن أحمد بن ناصر، وهو روى عن زين العابدين، ذاك الإمام الطبري الأمين، عن الخطيب المسند الحصاري، عن شيخه الغمري بالإخبار، عن حافظ العصر عن العراقي بالسند المذكور في السياق. الشيخ الرابع والعشرون محمد بن سالم الحفني، ومنهم من في علاه سددا، محمد بن سالم بن أحمد، منسوب حفن الماجد الهمام، مسند عصره الرضا القمقام، وقد أخذت وسمعت منه، ولي أجاز ما يجوز عنه، شيوخه كثيرة التعداد، أعلاهم محمد الزيادي، والماجد بن الميت الرباني، والسيد البكري ذو العرفان، والنمرسي ذو العلا المعلوم، والسجلماسي فتى العلوم، وأحمد العلامة الخليفي، كذا العزيزي مقري الضيف، والسيد الضرير ذاك الحنفي، ذو البحث والتحرير والتطرق، وعن شيوخ الوقت كالعشماوي، وعلوي الفرد والشبراوي، والجوهري ذي العلا والأيدي، والحسن محمد البليدي، وهذه رواية البخاري، عن شيخنا المذكور بالأنوار، الحمد لله على إنعامه، ثم صلاة الله مع سلامه، على النبي المصطفى المختار، وآله وصحبه الأخيار، وبعد فالصحيح للبخاري، أرويه عن شيوخنا الأبرار، من طرق شتى تفوق العشرة، منها مسلسل بأهل مصر، أخبرناه شيخنا محمد، هو ابن سالم الإمام الأمجد، السيد الحفني ذو الأيادي، عن شيخه محمد الزيادي، عن الإمام الحافظ المشهور بالبابلي، عن فتى سنهوري، عن مسند الأوالي نجم الدين، عن شيخ الإسلام على التعيين، عن حافظ العصر عن العراقي، وعن فتى بلقيني بالوفاق، كلاهما عن شاهد الجيش، وذا عن الشيوخ بالسماع أخذا، ابن رشيق وفتى عزون، وابن علي الأحمد المصون، سماعه منهم سوى أفواتي، قد ذكرت في كتب الأثبات، وهم عن المحدث الشهير، أي هبة الله فتى بصيري، وذا روى بعزمه السديد، عن شيخه محمد السعيد، ومرشد المعروف بالمدين، إجازة منه على التعيين، هما فعن أم الكرام أسندا، كريمة بنت الكريم أحمدا، وهي روته عن فتى كشمي هني، بالسند الماضي قريبا فاعتني، سند الجامع الصغير، والجامع الصغير لي فيه سند، عنه عن الشيخ البدير السند، عن شيخه محمد بن القاسم، عن عمه موسى الإمام العالم، عن الإمام السيد الشعراني، عن السيوطي بلا نكران. الشيخ الخامس والعشرون أحمد بن عبد الفتاح الملوي، ومنهم قطب رحى العلوم، وعالم المنطوق والمفهوم، شيخ الشيوخ الملوي أحمد، مفرد عصر العالم المجدد، أجازني بلفظه وشرفا، به علوت في المعالي شرفا، وقد روى عن شيخه الكنكسي، والعالم الديوي مجل اللبسي، والمالكي شارح الرسالة،
والسجل ما سيفت الجلالة، وعن فتاها الشوك أعني أحمدا، والطاهر القردي قل محمدا، وابن الفقيه وفتى بشبيشي، وشارح تصلية المشيشي، وعن أبي العز الإمام الصوفي، وعن جمال عصره المنوفي، وعن إمام عصره الممتاز محمد بن أحمد الورزازي، وعن نسيج وحده الزرقاني، والفاضل الطوخي أي رضواني، وابن الخليف عنيت أحمدا، وعن فتى أطفيح قل محمدا، والنمرسي وفتى مليحي، وعن أبي الفيض فتى بثيحي، والحافظ البصري والنخلي، ولكس التطوان الأصلي، وخاله علي بن عامري، وعابد الوهاب ذي المفاخري، وعابد الجواد بن ميداني، كذاك إلياس فتى كوراني، وعن فتى سعدة أي إدريسي، والشبرخيتي أحمد النفيسي، وعن علي بن علي الحنفي، وغيرهم من كل ذي تقشفي. الشيخ السادس والعشرون أحمد بن الحسن بن عبد الكريم الخالدي، ومنهم ذو السر والمشاهد هو الشهاب الجوهري الخالدي، أحمد المولى وأبوه الحسن، ممجد أوصافه تستحسن، الحبر الأتقاد المقام الأكبر، مشاهد التصديق في التصور، شيخ الحديث الألمعي الأوحد، سعد الزمان اللوذعي المفرد، حاوي العلوم الفرد قطب السنة، عالي الأسانيد قوي المنة، أجازني بما سمعت منه، وكل ما روى وجاز عنه، قد رافق الشهاب أعني الملوي في الأخذ عن شيوخه لما روي، كالحافظ البصري في الحجاز، والمسند التحلي والورزازي، وشمس أطفيح مع الهشتوكي، والنمرسي صاحب السلوكي، وابن أبي ذكرى مع المنوفي، وعابد الوهاب ذاك الصوفي، والسجل ماسي مع الكنكيسي، والماجد الديوي مجلي اللبسي، وشارح الرسالة الرباني، وشيخ علم السنة الزرقاني، ومسند القاهرة المعظم، أعني أبا العز فتى بن العجيم، وابن الفقيه أحمد الفهامة، وابن الخليف الرضا العلامة، وعابد الجواد نجد القاسم، وعابد الرؤوف ذي المعالم، وعن فتى مليج محي الدين، وغيرهم من كل ذي تمكين، منفردا عن أحمد المرحوم، وأحمد البنا الفتى المعلوم، وعن أبي المواهب البكري، وعن فتى نشرت ذا المصري، وعن محمد هو الخليل، وعن أبي السعود ذي الترتيل، وعن إمام العصر شيخ الحي هو ابن عبد الحق عبد الحي، وعمر المعروف بالخلخالي، وهاك نظما للحديث العالي، رويته مسلسلا بالأول عن شيخنا المترجم المفضل، عن الإمام الحافظ البصري، ذا عن فتى السوس الرضا السري، ذا عن سعيد التنوس الداني، عن شيخه المفتي بتلمساني، عن الشهاب أحمد الوهراني، عن شيخه التازي ذي العرفاني، عن المراغي عن العراقي، وقد مضى الإسناد في السياق. الشيخ السابع والعشرون عبد الله الشبراوي، ومنهم العلامة الشبراوي، شيخ الأواني للعلوم حاوي، مرتفع المقام في الأعلام، مولى الموالي السادة الكرام، ذو القدر والفخار عاد الجاه، واسمه الشريف عبد الله، حضرت في دروسه بالأزهر، سمعت من تقريره المنور، وفزت من شهوده علوا، وازددت من إسناده سموا، أجازني بكل مروياته، أباح لي بكل مسموعاته، وهو روى عن شارح المختصر،
محمد الخرشي شيخ الأزهر، وعن خليل أي فتى اللقاني، وعن إمام عصره الزرقاني وشيخه محمد الصغير وابن الخليف الرضا الشهير والحنبلي صالح بن حسن وشارح الرسالة النجم السني والنمرس الأثري الصوفي والشيخ منصور فتى منوفي والحافظ البصري والنخلي عنهم روى بالسند العلي وغيرهم من الذين أسندوا معجمه الباهي بذاك يشهدوا وخذ لإسناد حديث الرحمة عنه رويت بالسماع المثبت غريب سوق جاء في البيان بأخذه عن شيخه الزرقاني وهو رواه عن أبيه الأقدسي وشيخه منسوب شبرم اللسي هما عن المقدام في الفنون بدر العلاء بالثنى البيلوني عن أحمد الشماع بالإسناد والحلبي أي فتى العماد وإبراهيم الربع التدافي الحلبي الحنفي العارفي وابن أبي بكر فتى عزازي وكلهم عن مسند الحجازي محمد بن عمر بن فهدي عن التقي جده ذي العهد ونجر الزين مع المراغي والمرشدي العدل ذي البلاغي وهم عن أحمد بن مثبتي ذا عن فتى ميلوم ذي التثبت وذا رواه عن فتى حراني بالسند المذكور في البيان الشيخ 28 حسن المذابغي ومنهم المولى الإمام المسند اللوذعي الألمعي الأمجد ذو البحث والتحقيق والإفادة والحفظ والإتقان والإجادة سرب العلا ذو الاجتهاد البالغ أبو المعالي الحسن المذابغي نجل علي ذو المقام الأفخر خدن الصلاح الشافعي الأزهر وكان مشهورا بحسن الضبط أجازني مرويه بالشرط وقد روى عن عابد الجوادي منسوب ميدان الفتى الجوادي والنمرسي العالم المعروف ولقس والماجد المنوفي والسجلماسي أخي العرفاني وابن الخليف الغريب الشاني ومفرد الوقت فتى ابن العجيم والسيد الأمين ذاك الأرحمي وابن البدير أخي الإعجازي وذي العلا محمد الورزازي وعن فتى عشمار وأكثر وعن فتى صافية العالي الذرى وبالعلو قد روى الميداني عبد الجواد العالم الرباني مرافقا لابن الشهاب العجمي هما معا عن الإمام العلمي منسوب بابل الإمام الحافظ عن الحجازي الإمام الواعظ عن الشهاب أحمد بن يشكبي عن الجمال القلقشندي الزكي عن حافظ العصر فتى بن حجري والمقرئ المعروف بابن الجزري الشيخ 29 أحمد بن عبد المنعم الدمنهور المذاهبي ومنهم المولى الإمام الأنجب في عزوه لدمنهور ينسب هو الشهاب أحمد بن عبد المنعم نجل صيام الفرد إمام أهل العصر في المعارف علامة الوقت مجير الخائف نيطت به رغبة كل راغب في فهم فقه سائر المذاهب وكم له من كتب مؤلفة في كل فن قد غدت مشرفة أجازني مرويه جميعا فشكر الله له الصنيعا وقد روى عن شيخه الغمري وعابد الله أي القصر وعبد الرؤوف والزياد وابن الخليفي أخي الإرشاد وعابد ربه بن أحمد وشمس أطفي حفق المحمد وشارح الرسالة الولي والمجتبى أبي الصفا علي وشيخ أشياخ معاصريه المالكي الحبرد التنويه محمد والحبرد الإصلاح منسوب هشتوك أبي الصلاح وعابد الجواد نجل القاسم والمالكي الحبر عبد الدايم
وشيخه المحدث الفيلالي محمد النزيل فاس الغالي والزاخر المحيط ذي الإعجازي محمد بن أحمد الورذازي وعابد الجواد ذي الفهومي يعرف للتمييز بالمرحوم وأحمد بن عوض المرداوي وشارح الكنز فتى الريحاوي وغيرهم من كل ذي تأصيل معجامه يشهد بالتفصيل وخذ لإسنادي إلى ابن حنبلي من شيخنا المشارب التسلسلي عن الشهاب أحمد المرداوي الحنبلي الأزهري الراوي عن الفتى النجدي أي عثمان عن ابن عمه فتى ذهلان وذا روى عن شيخه محمد أي ابن إسماعيل نعم المهتدي عن الشهاب العسكري أحمد وذا عن القاضي العلا الأمجدي ذا عن أبي بكر هو ابن قندسي عن عابد الله الإمام الأقدسي وذا روى عن صنوه أخيه برهان دين الله عن أبيه محمد بن مفلح الراميني عن شيخ الإسلام تقي الدين عن عابد الرحمن ذي الإقدام عن عمه الموفق القدامي عن الإمام الناصح بن المني ذا عن أبي بكر الإمام السني وذا روى عن شيخه نجم الهدى ذا عن أبي يعلى الإمام المقتدى وذا عن ابن حامد محمد عن ابن بطة الإمام المسند ذا عن غلام الماجد الخلالي ذا عن أبي بكر بالاتصال ذا عن أبي بكر وحرب وهما عن حنبل أكرم به وأنعما والأخوين صالح بن أحمد وعابد الإله ذاك المفرد جميعهم عن الإمام المجتهد أحمد عن سفيان عمرو وزيد عن ابن عباس عن النبي ذي الحوض والكوثر والرقي صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب الكرام العظماء الشيخ الثلاثون محمد البليلي ومنهم ذو الفضل زاكي الأيدي محمد الفهامة البليدي نجل محمد الشريف الحسني مولى الكمال والبهاء الأحسني علامة المعقول والمنقول والمقرئ المفسر الأصولي وقدره في العلماء مشتهر وفضله بينهم لا ينكر حضرت في دروسه أعواما ونلت من عرفانه الإنعاما أجازني في كل ما أجيزا أكرم به ممجدا مجيزا بأخذه عن الجمال البقري وعن أبي السماح أحمد السري وعابد الرؤوف والبرهان منسوب فيوم بلا نكراني وشارح الرسالة الرباني ومسند العصر فتى زرقاني وأحمد البناء والمنوفي وغيرهم من كل ذي معروف وخذ لإسناد حديث عالي من طرق الجن بالاتصال عن شيخنا الماضي الشهير الصيفي عن شيخه منسوب الشبراخيتي أعني سليمان عن الجزيري ذي الفضل والتحقيق والتحرير عن شيخه سلامة الإمام وذا عن الليثي بالإعلام عن شيخه شمهروش الولي قاضي قضاة الجن ذي الرقي عن النبي من شكى ضرورته ذا أول الحديث فانقل صورته الشيخ الحادي والثلاثون عبد الحي البهنسي ومنهم المولى كريم الحي الماجد الشريف عبد الحي معمر العصر أبوه الحسن ووصفه بين الورى مستحسن البهنسي الحسني المقتدى عنه رويت كل ما قد أسندا وقد روى عن الإمام المفتي محمد العلامة النشرتي وعن محمد هو الزرقاني وعن خليل أيفة اللقاني وشمس أطفيح مع القصري والمسند النخلي مع البصري ونجل سيف وفتى طولون والماجد الغمري ذي الفنون والزاهد الخرشي ذي المقام والسيد القطب الرضا التهامي وعن سرير صفو آل البيت
محمد بن جعفر بن البيت وغيرهم ممن له أجازا، فصار في أقرانه ممتازا. الشيخ 32 عمر الطحلاوي، ومنهم ذو البحث والتحقيق والحفظ والإتقان والتدقيق، من للعلوم بالكمال حاوي، ذاك الإمام عمر الطحلاوي المالكي الأزهري الأمجد، أجازني بكل ما قد يسند بأخذه عن سادة أعلام كابن الفقيه أحمد العلام وأحمد العلامة البابري وسالم بن أحمد المناظري وأحمد بن أحمد العماوي والملوي الفرد والشبراوي وشيخه العلامة المنوفي مع الحريشي الإمام الصوفي وشيخه محمد الصغير وغيرهم من كل ذي تصدير. الشيخ 33 علي بن النقيب، ومنهم نجل النقيب السامي سرير طهر سادة كرامي، هو ابن موسى واسمه علي وفضله بين الورى جلي، الحنفي المقدسي الأزهري اللوذعي الألمعي الأنوري، الحسن الخصار نام النسب إلى الحسين بن علي الأنجبي، حضرت في دروسه بالمشهد وفزت من لقيه بالمشهد، وكان ذا معرفة بالمذهب مقررا فيه بكل معجب، وقد تلقى العلم عن شيوخي هم سادة العصر أولو الرسوخ كشيخ فتوى البلد المعموري أعني سليمان هو المنصوري، وعن أبي بكر الفقيه العلمي مفتي ديار القدس عالي القدم والسيد البكري والسيجيني وأحمد الصباغ ذي التمكيني والملوي والشهاب الخالدي، وعن فتى شبر الإمام الماجدي والمسند العلامة بن الطيبي، وعن فتى عشم الغمام الصيبي وأحمد بن أحمد العماوي، وعن إمام عصرنا الحفناوي والمسند المعمر الخليلي وعابد المعطي الفتى النبيلي وشيخه عبد الغني الحنفي ويوسف بن ناصر المشرفي وابن سواد الأحمدي مصطفى ونجل سيف ذي الكمال المقتفى والضابط الماهر ذي الفنون محدث العصر في عجلوني، وعابد الكريم ذاك الحلبي وابن المنين الشهاب الأنجبي ومصطفى بن أحمد العزيزي والسيد الضرير ذي التعجيزي وأحمد البني والسماني وابن بلال هو رامهباني وشيخ سجادة عبد القادر قطب الورى ياسين ذي المفاخر وغيرهم من سادة أئمة هداة دين الحق في الملمة. الشيخ 34 عبد الوهاب العفيفي، ومنهم الصوفي ذو التشريف عبد الوهاب هو العفيفي ذو الفضل والتأييد والعرفان والمجد والتسليك والإتقان، مستغرق الأوقات في المشاهدة أوحد من لقيت في الزهادة، حضرت في مجلسه أعواما ونلت من صحبته الإنعاما، وكان بي برا رؤوفا يعتني يتحفني بكل تلميح سني، واتفق السماع لي عليه في مسلم إذ قرأوا لديه، أجازني من لفظه وشرفا فانتظم السلك ووقتي قد صفا، وهو روى عن أحمد السكندري وسالم بن أحمد الموقري ويوسف بن ناصر الإمامي والسيد البكري ذي الإنعام، وعن غياث عصره العلامي قطب الورى محمد التهامي، عنه روى الأحزاب والطريقة وفاز من شهوده الحقيقة، وكان لا يرى برفع القيد ملازما لشيخنا البليدي، قد عمر الله به الأطوار فقدس الله له الأسرار. الشيخ 35 محمد بن عيسى الدمياطي، ومنهم ذو الفضل والعرفان عالم دمياط بلا نكران، أعني به محمد بن عيسى من قد غدا في ثغره رئيسا، المعتدي القدر بالاستحقاق
وهو إمام القوم باتفاق. حضرت في دروسه بالثغر ونلت من حباه كل فخري، أجازني وشاد لي المقامى وشمت من بروقه الإنعاما. وهو روى عن الإمام الصيت محمد المعروف بابن الميت، عليه جل نفعه في بلده، له أجاز كل ما في سنده. وهو روى عن شيخه القوراني عالم طيبة الجليل الشأن، وبنتي المولى الإمام الطبري كلتاهما عن الخطيب الأثري، أي عابد الواحد من حصاري. وقد مضى الإسناد باختصاري، وقد روى ابن الميت المذكور أيضا برفع وصله مستور. عن نور شبراموليس الرباني والشوبري وفث العناني والماجد الخرشي ذي الرسوخ وعابد المعطي وذاك الطوخي والبقر المقرئ المريشي وأحمد العلامة البشبيشي والشرف المعمر الأنصاري وغيرهم من سادة أخيار. الشيخ السادس والثلاثون إبراهيم بن أحمد الأبوصيري، ومنهم البرهان إبراهيم أي بن أحمد الفتى العليم، نجل عطى الله من بصيري ذو الزهد والعرفان والتحرير. قصدته برحلتي إليه، عولت في إجازتي عليه، أجازني بلفظه شفاها وأبلغ النفس إلى مناها. روى الكثير عن أبيه الفايق وشيخه البرهان وهو الرازق، أما أبوه فهو عن أبيه عن نور شبراموليس النبيه، والرازق عن عطى الله جد المترجم المنيع الجاهي. كذا روى عن مصطفى العجيري والعالم الدفري زاكي السيري، وعن محمد هو ابن الحسن ابن العجيم الإمام اللسني. سند المصافحة من طريق المعمرين، صافحه أمد بالإسعاف وذا أباه ذا حسين الخافي، ذا صافح التاج وذا رمزيا، ذا أوبهيا سمه عليا، وذا على ما ذكروا محمودا وأوردوا في وصله شهودا، وذا أبا سعيد الصحابي، وذا رسول الملك الوهابي عليه صلى الله بالسلام، ما غرد القمري بالأنغام. الشيخ السابع والثلاثون مصطفى التميمي، ومنهم المولى سرير الحنفاء ترب الكمال والمعالي مصطفى، هو التميمي الفقيه الحنفي خدن التقى العاري عن التكلف. قد ارتليت من علا مشاهده ونلت في القدس حلا فوائده، أجازني بما له مشافها إجازة تميس في أعطافها. وهو روى العلوم عن أبيه وأحمد العكي ذي التنويه، وعن إمام عصره الخليلي وابن عقيلة الفتى النيري، وعابد الله هو الشرابي مسند نابلس بلا ارتيابي، وعن أبي بكر سليل أحمد والأوحد المعروف بالمجلد، وعن علي ذي الكمال الرائع يعرف في دمشق بالبرادع. سند المصافحة من طريق المعمرين، وعنه أروي سند المصافحة بسند لم يعره مكافحة، صافحت شيخي وهو ممن صافح يد المجلد الإمام الصالح، وذا الوليدي الرضا محمدا، ذا صافح البنا عنيت أحمدا، وذا على الصحيح نجل العاجلي أبا الوفاء أحمد مولى الكملي، وإن ذا صافح عبد الباقي منسوب مزجاج بالاتفاق، ذا صافح التاج أي العثماني بالسند المذكور في البيان. الشيخ الثامن والثلاثون شعيب الكيالي، ومنهم المولى العلي الرتبي سليل كيال شعيب الإدلبي، علامة ينسب للتصوف والحفظ والرسوخ والتصرف، أتى إلى مصر مع الوفود لحج بيت الله ذي الشهود، حينئذ عليه اجتمعت
ومن محاضراته قد انتفعت، أجازني بكل ما يرويه، وكان محفوظا عن التمويه، وهو روى الكثير عن أبيه، وعن فتى عجلون ذي التنويه، وعن فتى همات والسماني، والماجد الحبال والحمداني، وعابد الغني ذي الفنون، وذي العلا منسوبي بكفلون، وعالم السنة والأفلاك، بحر الهدى محمود الأنطاك، ونجل قصاب نزيل أدلبي، والكاملي أحمد المهذبي، والعالم الماهر باستنباطي محمد بن أحمد الإسقاطي، وعن سليل مصطفى محمدي منسوب حسفرج الإمام المفردي، وهو على التحقيق ممن جودا على البصري الإمام المهتدى، وكلهم أجازه الرواية عنهم بشرط الضبط والوقاية. الشيخ التاسع والثلاثون خليل الرشيدي، ومنهم ذو الفضل والتمكين، أعني خليل النجل شمس الدين، فهامة العصر بلا تفنيد، الشافعي العالم الرشيدي، أتقن في الفنون بالتحقيق، وكان ذا فهم علا دقيق، أبصرته في الثغر واجتمعت به، أجازني وأوصلني بسببه، وقد روى عن شيخه العزيزي والسيد الضرير ذي التعجيز، وعابد الدائم والبرلسي، وعن فتى سجين زاكي الأنفسي، والفاضل المسند عبد الله أي بن مرعي المكين الجاهي، وابن الزهير رئيس الثغر، وعن فتى زغلول رحب الصدر، وأحمد بن أحمد العماوي، وذي العلا محمد الأذكاوي، وعن فتى دلجة والمكود، وعن فتى فوة ذي الشهود، وذي الهدى والفضل والبهاء، بحر العلا علي قيتابي، والزعبري الماجد الكريم، وأحمد بن أحمد التميمي، ويوسف العلامة القشاشي، وغيرهم من كل ذي رياش. الشيخ الأربعون محمد المنور التلمساني، ومنهم الراقي ذر التصدر، محمد المعروف بالمنور، التلمساني بن عبد الله، العالم الفاقد للأشباه، الجهبذ البارع في الفنون، عالم قطر المغرب الميموني، لقيته بمصر لما وردا، أجازني ونلت منه المددا، وقد روى عن شيخه المسناوي وابن أبي زكر الإمام الراوي، وعن فتى مبارك الرباني، وعن فتى رحال والبناني، وعن فتى ميارة العلامة، وابن الحريشي الرضا الفهامة، وأحمد بن الحاج والرماسي، وابن حنيني أخي الإخلاصي، والعربي وحفيد الفاسي، ذي المنح البادية الأنفاسي. الشيخ الحادي والأربعون محمد بن علي الحنفي، ومنهم ذو المجد والشهود، محمد يعرف بالسعودي، والده يعرف بالإسكندري، وهو فقيه وقته بالأزهري، حضرت في دروسه أياما، ونلت من لقائه الإنعاما، أجازني مرويه تماما، رقيت من تشريفه السناما، وقد روى الكثير عن أبيه وشيخه العقدي ذي التنويه، وعن فقيه العصر ذي الترقي أي إبراهيم نجل عبد الحق، أما أبوه فعن المنسوب لأرمنا شهين ذي الدؤوب، عنه روى الفقه والحديث عن أخي شر بابل ذاك المؤتمن. الشيخ الثاني والأربعون محمد بن أحمد العشماوي، ومنهم إمام كل راوي، محمد بن أحمد العشماوي، شيخ الحديث الألمعي المسند، ذو السند العالي الفقيه الأوحد، أدركته في آخر الأنفاس، وكان شيخا باهر الإيناس، وفزت بالإجازة الغراء، بها علوت سمك السماء، وهو روى عن الإمام العلمي محمد بن أحمد بن العجمي، وعن إمام عصره الرباني محمد المعروف بالزرقاني، وأحمد بن عمر الديربي، وغيرهم من كل شهم الندبي. الشيخ الثالث والأربعون التوذي بن سودة، ومنهم محمد بن الطالبي،
التود العدل ذو المواهب، رئيس فاس كاشف الغيوم، وعالم المنطوق والمفهوم، إليه في بلاده يشار، عليه في المعارف المدار، صحبته بمصر في وفادته، فجاد بالكثير من إفادته، أجازني بكل ما يرويه من كل ما يفيد أو يمليه، وقد روى عن شيخه الجسوسي وابن مبارك الفتى الرئيسي، وعن فتى جلون ذي العرفان، وعن وحيد عصره البناني، وعن يعيش الحبر ذي الأنوار، وأحمد العلامة الوجاري، وغيرهم من علماء فاسي وواردها الطيب الأنفاس. الشيخ الرابع والأربعون علي بن محمد بن العربي السقاطي الفاسي، ومنهم المعروف بالسقاطي محدث العصر بلا إفراط، علي بن العربي الفاسي شيخ العلوم الطاهر الأنفاسي، أجازني مرويه بلفظه، وصرت ممتازا بحسن لحظه، وقد روى الكثير عن أبيه والحافظ البصري ذي التنويه، وأحمد العربي بن الحاج، وأحمد النخلي ذي المنهاج، وعن محمد هو البناني، وعن محمد هو الزرقاني، وعن محمد هو ابن الميت، وعمر التطواني الصيتي، وعن إمام عصره المعلوم أي إبراهيم العالم الفيوم، وغيرهم من كل ذي عرفان، حباه ذو الجلال بالغفران. الشيخ الخامس والأربعون سالم بن أحمد النفراوي، ومنهم شيخ الشيوخ العالمي المالكي الأزهري سالمي، نجل الشهاب أحمد الفهامة، خدن الرسوخ الحسن الوسامة، حضرت في دروسه أحيانا، أمضيت في لقائه الأزمانا، تبركا بالوصل في إسناده، لأنه الراقي ذو راعماده، وقد روى عن شيخه الرباني أعلي محمدا هو الزرقاني، وشارح الرسالة الإمامي، وابن الفقيه أحمد الهمامي، وغيرهم من الشيوخ النبلاء الحائزين الشرف المكملا. الشيخ السادس والأربعون أحمد بن أحمد الموقت، ومنهم المفتي ببيت المقدس ذو الفضل والعرفان والتأنس، أحمد نجل أحمد الموقت يعزى له الكمال بالتثبت، عليه في منزله اجتمعت، أضافني ومنه فانتفعت، أجازني أمدني بمدده، أوصلني إلى علو سنده، وقد روى عن الإمام المتقن شيخ شيوخ وقته عبد الغني، وعن أبي بكر هو ابن أحمد نجل أبي اللطف الفتى المسدد، والسيد البكري والخليل عنهم روى العلوم بالتأصيل. الشيخ السابع والأربعون علي بن أحمد الصعيدي، ومنهم ذو المجد والإناخة والرتبة الشامخة البذاخة، والنفس الطاهر في التعليم والزهد والعفاف والتسليم، مجتهد العصر بلا تفنيد، علي بن أحمد الصعيدي معمر الوقت بعلم أوثري، العدوي المالكي الأزهري، رقى بأنواع العلوم في الطلب، مزاحما أشياخه على الركب، ففاز بالكمال في الإتقان، ثم رقى مراتب الإحسان، سمعت من كلامه كثيرا، نظمت من تقريره النثيرا، أجازني بكل ما رواه وكل ما أملى وما سواه، وقد روى عن أحمد العماوي وسالم العلامة النفراوي، وشلب البرسي المنجبي، وعابد الله فذاك المغربي، وعن فتى النمرسي عبد العابدي، والسيد الضرير ذي الأوابدي، وعابد الوهاب الملواني، والبقري أحمد الرباني، وعن إمام عصره الديربي، وابن العزيز الإمام الندبي، وذي العلا الصغير والفيومي، وابن أبي زكري فتى العلومي، وعن فتى سيجين ذي الإنباطي،
وأحمد العلامة الإسقاطي ونجر سيف وفتى عقيلة، وعن فتى عشيمي أخي الفضيلة، والملوي أحمد المعمري، والجوهري عين نور الجوهري، وعن فتى شبرى مع البليلي، وشيخنا الحفني زاكي الأيدي، وعن فتى دفر الإمام المسند، وغيرهم من كل حبر أوحد. الشيخ 48 سليمان المنصوري، ومنهم ذو الفضل والفهوم، خليفة النعمان في العلوم، فقيه عصرنا الرضا المشهور، أعني سليمان هو المنصوري، نجر سليل العارفين مصطفى، مولى الكمال والوقار والوفا، حضرت في دروسه الفرعية، وفزت منه غاية الأمنية، وكان في معرفة الفروع غاية ما يبلغ في المسموع، أجازني من لفظه مرارا، أمدني من لحظه الأسرارا، وقد روى الفقه عن الأمين، مفتي الأنام ذي التقى شاهيني، وعابد الحي الشرنبلالي، وعمر الزهري ذي الإفضالي، والعالم الممجد النحريري، عثمان ذي التقرير والتحرير، وفايد العلامة الأبيار، وعن علي العقدي ذي الأنوار. سلسلة الفقه: الأولان رويا بالاتصال عن الإمام الحسن الشرنبلالي، وعن عابد الإله ذي التحرير، يعرف في الشيوخ بالنحرير. والحموي محمد بن أحمد، وابن المسيري الرضا محمد، وهم جميعا عن إمام المذهب، أي أحمد بن يونس بن الشلبي، عن عابد البر سري الدين، أعني فتى الشحنة ذا التمكين، وذا تلقاه عن الكمال ابن الهمام معدن الإفضال، عن السراج قارئ الهداية ذي المدد المحفوف بالعناية، عن شيخه العلامة السيرامي، أعني العلاء صاحب الإنعام، ذا عن جلال الدين ذي التحقيق، عن صاحب الكشف مع التحقيق، عن حافظ الدين الإمام الأكبر، وشمس دين الحق ذاك الكردري، كلاهما عن فخر مرغيناني، مؤلف الهداية البرهاني، عن فخر الإسلام أبي الحسين، البزدوي الحبر نور العين، ذا عن أبي محمد الحلواني، عبد العزيز العالم الرباني، وذا عن القاضي بهاء الشرفي، أبي علي الحسين النسفي، ذا عن أبي بكر هو البخاري، محمد بن الفضل ذي الأسرار، وذا عن الأستاذ عبد الله الحارثي المسند الأواهي، هو الذي يعزى إليه المسند، وهو عن الإمام الجهب ذي المسد، ذا عن أبي حفص أي الصغير، ذا عن أبيه أحمد الكبير، ذا عن إمام العصر بالعرفاني محمد بن الحسن الشيباني، عن الإمام الأعظم الرباني مجتهد العصر الرضا النعماني، وهو روى الفقه عن الأتباع بل عن أصيحاب على النزاع، وهم تلقوه عن الأصحاب عن النبي سيد الأنجاب، محمد صلى عليه الله وآله وكل من والاه، ولي شيوخ غير من ذكرت عنهم رويت ولقد سمعت على كثير منهم كثيرا، فعاد رود مددي مطيرا، لم أورد الكل بذا السياق مخافة من سأم الرفاق، هذا وقد أجاز بالإرسال من البلاد السادة الموالي، كتابة منهم إلى الفقير في ضمن تعريف مع التحرير، في كل ما رووا من العلوم في كل منطوق مع المفهوم، كما جرت عادة أهل الأثر فيما مضى ومثله لم ينكر. شيوخه بالمكاتبة: الشيخ الأول من شيوخ الإجازة وهو 49 أحمد بن علي المنيني، فمنهم المحدث الأصولي علامة المعقول والمنقول، ذو الفضل والرسوخ والتمكين، نجل علي أحمد المنيني،
الحنفي الفرد ثرب الصدق يعزى إلى عثمان من دمشق، أجازني كتابة من بلده ولي أباح كل ما في سنده، وهو روى عن الإمام المسند أبي المواهب الرضا محمدي والتغلب الحنبل الفردي وعابد الغني ذي النهج الرضي وعابد الرحيم ذاك الكابلي وذي العلا محمد بن الكاملي ويونس المصري والكوراني وأحمد الغزي ذي العرفاني وعابد الرحمن فخر السجدي يعرف بين الناس بالمجلد والمسند الممجد الخليلي أكرم به من عالم النبيل والمسند المعمر الوليد أنعم به من عارف سديد وعن فتى القلع ومفتي الأمم والحافظ البصري شيخ الحرم وأحمد النخلي والمفسر محمد العلامة السكندري والمقرئ المحقق المشهور علي المحدث المنصور والأوحد السري مفتي الناس محمد الخير ذي الأنفاس وعابد الكريم ذي الفضيلة يعرف في طيبة بالخليفة والطاهر الكردي زاكي النهج وحسن العلامة البرزنجي وعابد الجليل ذي المراتب وهو سليل لأبي المواهب والحبر نور الدين من دسوق وابن عقيلة الفتى الصدوق ونجل شكر أي محب الدين وغيرهم من كل ذي تمكين وفي طريق القوم عن مرادي والحسن الطباخ ذي الإمداد وشيخه ياسين قطب العصر الحموي الفرد رحب الصدر وذا تلقى عن علي القادر عن ابن عمه مرقي القاصر عن عابد الرزاق ذي الفضائل بالسند المعروف في السلاسل الشيخ الثاني من شيوخ الإجازة وهو الخمسون محمد بن عبد الكريم السمان ومنهم قطب الوجود الأكبر شيخ المعالي الألماعي الأنور ذو القدر والتشريف والعرفان محمد المعروف بالسمان راسلني بخطه الكريم إجازة تؤذن بالتقديم في كل ما روى من العلوم وكل ما حوى من الفهوم وفي طريق القوم والأحزاب والذكر والتلقين للأصحاب وقد روى عن طاهر الكوراني ومصطفى البكري ذي العرفان عنه تلقى الذكر والأحزاب فأرشد السلاك والطلاب وشيخه عبد النبي القادر وغيره من كل شهم فاخر ولم يزل مسلكا مقيما في طيبة بالأنس مستديما حتى دعا لقربه مولاه فغاب عن شهود ما سواه الشيخ الثالث من شيوخ الإجازة وهو الحادي والخمسون محمد بن صالح المواهب ومنهم شيخ شيوخ حلب محمد بن صالح بن رجب الحنفي العالم المهذب القادري الخلوتي الأنجب ذو المجد والإيصال والمناقب يعرف في البلاد بالمواهب راسلني بخطه الشريف إجازة في طرسه المنيف وهو روى الجم من الصحاح عن أبيه المولى أبي الصلاح وشيخه المعروف بالكواكب وعن فتى عجلون ذي المناصب وشيخه إلياس من قوران والحافظ البصري ذي العرفان وصالح العلامة الجنيني ويوسف الشامي ذي التمكين والطاهر العلامة القوراني وابن عقيلة الفتى الرباني وشيخنا ابن الطيب الإمام والحلو السيد الهمامي روى الأخير عن عروس الحاني أي قاسم النجل الصلاح الخاني عن شيخه أبي الوفى بن عمر عن أبيه عن جده بلا مرا ذا عن أبي يحيى الأنصاري بالسند المذكور في الأسطار الشيخ الرابع من شيوخ الإجازة وهو الثاني والخمسون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني ومنهم الراقي ذر المعالم محمد بن أحمد بن سالم منسوب السفارين ذاك الحنبلي مسند عصره الإمام المعتلي
الأثري الزاهد السجاد بعلمه قد رفع العماد. راسلني إجازة في الطرسي أنا بمصر وهو في نابلسي، وقد روى عن الإمام التغلبي شيخ الحديث الكامل المهذبي، وعابد الغني والقراني، وحامد المفتي الرفيع الشاني، وعابد السلام نجر الكامل، وهاشم الفقيه ذي الفضائل، وعن فتى عجلون ذي المحاسن، وذي العلا موسى هو المحاسن، وشمس دين الله ذي المراتب، حفيد مولانا أبي المواهب، وأحمد الغزي مفتي الشام، والسيد البكري ذي الإلهام، وابن سوار والإمام اللبدي، وابن عبيد والرضا المجلدي، وعن فتى غزة أي محمد، وذي العلا طه أي ابن أحمد، وعن محمد أي الدقاق، وابن الخليلي الفتى السباق، والعارف السندي في المدينة، والحسن المصري ذي السكينة، وابن المنين الشهير الصيتي، وذي العلا محمد السلفيتي، وعن محمد هو العجلوني، وعابد الرحيم ذي الفنون، والبصروي الفرد عبد الله، وابن الدسوق أحمد الأواهي. وقد رويت جامع البخاري من طرق عن سادة أخياري، أجلها عن الإمام العالمي محمد بن أحمد بن سالمي، وهو روى عن الإمام الناجبي كنز التقى محمد المواهبي، وأحمد الغزي والعجلوني، والتغلب المسند المأموني، وهم رووا عن الإمام المسند أبي المواهب الرضا محمدي، عن شيخ وقته على الإطلاق والده الشهير عبد الباقي. حاء روى الغزي عن أبيه والكاملي العالم النبيه، وكلهم عن نجم ذاك العصر عن حافظ الوقت أبيه البدري، وذا روى عن شيخه الإمام والده الرضا مفتي الشام، وعن أبي يحيى فتى الأنصاري أي زكريا مسند الأمصار، هما عن الحافظ ذي الإتقان أحمد منسوب لعسقلان، عن التنوخ عن الحجاري عن الزبيدي الفتى الخياري، ذا عن أبي الوقت عن الداودي عن السرخسي بلا ترديد، عن الفرابري عن البخاري عليه رحمات الكريم الباري. الشيخ الخامس من شيوخ الإجازة وهو الثالث والخمسون محمد بن علي الغرياني التونسي، ومنهم الولي ذو العرفاني شمس العلا محمد الغرياني، نجل علي الحائز الكمالي المعتلي المقدار في الإفضال، البارع النظار في العلوم المسند المشار في الفهوم، راسلني من تونس الخضراء إجازة تسمو على الجوزاء، وقال فيها إنه روى عن محمد القلعي تاج الزمن، وعن محمد الجمال الطبري، وعن محمد هو السكندري، وأحمد بن أحمد العماوي، وعن محمد أي العشماوي، وعن محمد فتى عقيلة، وشيخنا الحفني ذي الفضيلة، وعن إمام عصره ذي الفيدي بدر العلا محمد البليدي، وعن إمام بالتقى معمولي أعني سليمان فتى منصوري. سند دلائل الخيرات، وهاك إسنادي إلى الدلائل، رواه عن هذا الأخير الفاضل، وهو عن المعمر الممجد الأحمد العلوي محمدي، وعن عابد الشكور ذي الأنوار بحر العلوم الفائض الزخار، وهو عن المؤلف الجزول قطب الوراد الصيت والقبول، وهاك إسناد الجمال الطبري شيخ الشيوخ المسند الرضا السري، لقد روى عن شيخه الولي أبيه زين عصره علي، عن جده الفضل روى وذا عن قريش بنت الطبري المتقني، وهي عن الإمام عبد القادر والدها المعروف بالمفاخر، وعابد الواحد من حصاري إسناده قد مر في الأسطار، أما أبوها فعن الرملي عن زكريا المسند العلي،
بالسند الماضي وذا الختام، عليك مني يا أخي السلام. خاتمة: فهؤلاء سادتي مشايخي ذوي الصلاح والكمال الراسخ، أوردتهم هنا بالاختصار لرغبة الطلاب في الأسفار. فبعضهم بأرض مصر قد ثوى، وبعضهم بالشام والغرب استوى، وبعضهم بالحرمين واليمن، وبعضهم أجازني بكل فن. وقل أن ترى كتابا يعتمد إلا ولي فيه اتصال بالسند، أو عالما إلا ولي إليه وسائط توقفني عليه. وصايا نافعة في آداب التعلم، فهاك مني تحفة الطلاب، عروس بكر زف للأحباب، أرجوزة لطيفة شريفة من قدس أنوارها منيفة، بنشر أمثال من القبول، لنشر إسناد من القبول، مربها من شرف العناية، مهبها من سجف الرعاية، نظمتها للآخذين عني، وبعضهم قد استجاز مني، فقد أجزت كل ما ذكرته لكل راغب له وعلمته، وكل من قد استجاز مني في الأخذ والعلم بكل فني، وكل ما ألفته في علمي أو قلته في النثر أو في النظم، فليروي من شاء على أي صفة إجازة فيها التقى والمعرفة، بشرطه المعروف عند أهله في أخذه وحفظه وبذله. روى ابن عبد البر ذو الإرشاد في جامع العلم بلا إسناد، أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤي عزاها، منظومة كالجوهر المكنون، ومنهم من عزا إلى المأمون. أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها، ونصها من بعد حمد الله مصليا على العزيز الجاه. اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير. فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عمن روى حكاية، وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يفيده بالقلب لا بناظره، ليس بمضطر إلى قماطره. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب، الأدب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت، فكل حسن الصمت ما حييتا مقارنا تحمد ما بقيتا. وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا، فكم رأيت من عجول سابقي من غير فهم بالخطاء ناطقي، أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس. الصمت فاعلم لك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن، وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عليه خبر. فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء، إياك والعجب بفضل رأيك، واحذر جواب القول من خطائك، كم من جواب أعقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته أجل، ولا العشر ولا أحصيته، وما بقي منه عليك أكثر مما علمت، والجواد يعثر.
فكل ما علمته مستفهما، وإن كنت لا تفهم منه الكلمة. القول قولان، فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب، وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر. لا تدفع القول ولا ترده حتى يوديك إلى ما بعده، فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل، فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه. ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضا بلا التباس، إذا لكان الصمت من عين الذهب، فافهم هداك الله آداب الطلب. إلى هنا قد انتهى المنقول، فاسمع هديت الرشد ما أقول. العلم أصل الدين والإحسان، طريق كل الخير والجنان، دل على تفضيله البرهان وسنة النبي والقرآن. هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون؟ لا تدع إلا العلماء ناسا، لغيرهم لا ترفعن رأسا. وهو مع التقى هدى ونور، وهو مع الزيغ بذا وبور. فالعلم إن زاد ولم يزدد هدى، صاحبه لم يستفد إلا ردى. فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن إلى الهدى وسيلة، فإنه كالكذب والخيال يكون عند الخلق للأعمال. فحق أهل العلم صدق النية، والاجتهاد في صفا الطوية، والجد في التقوى بخير سيرة، ليستقر العلم في البصيرة. فعلم ذي الأنوار في جنانه، وعلم ذي الأوزار في لسانه. وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين، وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يجب. فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده، وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي. فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض ترتبط. فما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح، تحله على مفيد الناصح. ثم مع الفرصة فابحث عنه، حقق ودقق ما استمد منه. لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم، فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق. ومن يكن في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب. فليعمر العمر، فكل ذرة منه رخيصة بألف درة. والعلم ذكر الله في أحكامه، على الورى كالشكر في إنعامه. فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات. لكن كثيرا غفلوا بالعلم وحكمه عن ربه ذي الحكم، وأدخلوا فيه الجدال والمرى، فكثرت آفاته كما ترى. فصار فيهم حاجبا لنوره عنه، فما ذاقوا جنى مأثوره. فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر. نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال. فالذم منهم لا من العلوم، فإنها من طاعة القيوم. فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه، وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه، وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشان، ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين، حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه. طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده، فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة، على اتباع المصطفى مبنية في القول والفعل وعقد النية.
فيبلغ القصد بكل جودي ببركات أحمد المحمود صلى